بمناسبة كلامنا عن مدربنا الجديد فريرا، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. بداية قوية للبروفيسور فيريرا مع الزمالك، ميران أول شهد حالة من الانضباط والحزم، وجلسة جاءت لوضع الأسس والمعايير لنظام المدرب البرتغالي الجديد، لتسود حالة من الرضا داخل قلوب الزملكاوية حول بداية فيريرا الحازمة مع الزمالك، مع تأكيد المدرب البرتغالي مرارا وتكرارا بأن الزمالك أكبر من أي لاعب مهما كان اسمه. فيريرا المدرب المخضرم قادر على صناعة الفارق للزمالك فيما هو قادم، وقادر على تطوير اللاعبين المميزين أصحاب المهارة والموهبة، وهو ما تنتظره الجماهير البيضاء، وتترقب ظهور الفريق بأداء مختلف تحت قيادة البروفيسور فيريرا، لتكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة التطوير تمهيدا للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية. قائمة اللاعبين المرشحين للتطور الفني مع فيريرا: يتصدرها الواعد إمام عاشور الذي بدأ التوهج الموسم الماضي، وتتضمن أيضا أحمد فتوح صاحب المهارات العالية. ولن يقتصر الأمر على عاشور وفتوح فقط، بل سيكون للثلاثي إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد رؤى جانبا كبيرا من تفكير فيريرا، خاصة مع اعتماد فيريرا على ثلاثي أساسي في وسط الملعب. لذا تترقب جماهير الزمالك تطوير الأداء واستمرار النتائج الجيدة بعد تولي فيريرا المهمة.